بلادنا وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا الدور القادم للجماهير الوداديه وكانوا وعدوهم ان شاء الله فينا ان شاء الله واليوم على نفوزوا بالكاس وهي نمشيو باش نحققوا حتى 3 نقاط باش ندوزوا حنا الاولين وان شاء الله باش نوعدوا الجماهير الوداديه ديالنا باش كما قلت لك بما لا الكاس ان شاء الله التاهل فهو كان ضروري منه فكان اليوم ضروري نخرجوا في 6 نقاط وكنشكر الجميع ومازال يعني مازال مباراه اخرى في سان داونز لازم نمشيو مثل الوداد احسن تمشي في اجواء حماسيه اللي كتساعد تعطي الجهد ديال الكامل فكنشكر الجمهور على الحضور ديالو اليوم ونتمنى نبقاو دائما في الجنب ديالنا ونمثلوا مع احسن تمثيل ونجيبوا لهم القاب اللي باقي لنا ان شاء الله مراكشي الحمد لله سجل لنا هدف الحمد لله في الجوله الثانيه استطعنا نضعف المقابله ودرنا الصفوف ديالنا الحمد لله كنشكر اللاعبين اللي خدموا واحد المجهود كبير وكنشكر الجماهير الوداديه اللي حضرات في المقابله وساندتنا ديكيب ما كي بوتيتر ما كيتقنش اللغه الانجليزيه انا كنتقنها شويه واستطعت باش نشرح للاربيتر كو حنا ما حنا بغينا نكملوا لو جو سي جوست بغينا نشوفوا الفار حتى كانت فاش اوبلي الفار ما كاينش بحال اللاعب الماتش كله بلا فار ما يمكنش تلعب الاري بالفار والروتور بلا فار سي با ريزونابل ما كتدخلش للدماغ دونك حنا ما طلبنا حتى شي حاجه ما درنا حتى شي مشكل طلبنا غير حقنا ماركينا بوت بغينا نشوفوه في الفار طلبنا والو حتى كانت فاجو كان الفار مهرس جيت انا قلت للاربيتر كيفاش ما يمكنش حنا بغينا نعرفوا واش بيت ولا ماشي في مباراة الويكلو هدف في زمن الويكلو ايمن حسوني ابن الحسوني الذي نال ثقة المدرب خوان كارلوس غاريبو والحديث مع عادل زراق سيعود للفار للتأكد من صحة قراره هل الحل الهدف هل كان خطأ لمصلحة اتحاد طنجة في الكرة الماضية عادل زراق ومن سيصلح حكمه نهائي بعد نزول تقنية الفار
من يتواجد في وحدة الفار والحكم السيد الرواجيل الذي أدار بكفاءة عالية عدد كبير من المباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. شفنا إدارة ممتازة جدا لمباراة الزمالك وترجي تونس في ضمن أيضا مباراة الهلال والأهلي. عادل زراق يتدخل، سنرى القرار النهائي. عادل زراق بالفعل يرفض الهدف من قبل الخطا في مساحة اتحاد طنجة، وبالتالي يرفض هدف الهلال في حدود الدقيقة 55. الفار يتدخل إلغاء هدف، هذا مجددا حكم شاف أنه كان خطأ، كان تدخل مقصود من إبراهيم كومارا في الكرة الماضية، وبالتالي شاف أنه الهدف لازم أن يلغى. قرار وان شاء الله الحمد لله بدا العوده ديالي، وان شاء الله احنا في اجواء مزيانه، وكنواعد جمهور الوداد ان شاء الله بالفوز ان شاء الله، وندوزوا ان شاء الله للدور الموالي. وكنتمنى من الجمهور يعاوننا في هذه المباراه، حيت هي مباراه ديال العام كامل اللي ربحنا ان شاء الله، راه غادي نمشيو مزيان في المسيره ديال هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله الا اعتمد عليا المدرب ان شاء الله راه غادي نكون في حسن ظن الجمهور الودادي، وكنواعدهم انا ان شاء الله الا دخلت راه غادي نعطي نعاون صحابي ونعطيهم البلوس ان شاء الله. من الحسوني يعني احسن ما يتمناه.